أهلا بكم. خلال استقباله نائبة بلينكين، السوداني يؤكد رفض أي إجراء تتخذه جهة خارجية على أراضي العراق، ويعد حماية البعثات من مسؤولية الحكومة. المفوضية تحدد غدا الخميس موعدا للعد والفرز اليدوي لأكثر من 2000 محطة انتخابية، وتتوقع إعلان النتائج النهائية خلال 3 أيام. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي في العراق، ويؤكد رصده انخفاضا في مقدار التضخم بالأسعار. لتقليل الطلب على الدولار، البنك المركزي يوجه المصارف الخاصة بتمويل التجارة مع تركيا باليورو أو بالليرة التركية. النزهة تضبط هدرا للمال العام وشبهات الفساد في عقد وقعته شركة نفط البصرة قيمته 85 مليون دولار. ملامح مشاريع فك الاختناقات المرورية تظهر للعيان، والأعمال تتواصل بهدف إنجازها في الوقت المحدد. مكافحة الجريمة المنظمة تحبط محاولة لتهريب 40 عاملا أجنبية في كركوك ضمن حملة القضاء على الاتجار بالبشر. كل هذا وأكثر تتابعونه على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.